واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42,760 قضية تموينية مستندية وعينية متنوعة، من بينها 131 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 44,109 اسطوانة، وضبط 90 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 5,887,009 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 346 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 406.5 طن سلع مدعومة، كما تم ضبط 130 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 484.5 طن، وضبط 33 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 510.5 طن، وضبط 65 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 468.5 طن، كما تم ضبط 14,608 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 768 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 625 طن دقيق أبيض، كما تم ضبط 25,085 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 834.5 طن دقيق بلدي، إضافة إلى ضبط 24 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 272 طن أسمنت و11.5 طن حديد، كما تم ضبط 1166 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت قرابة 12,951 طن أرز شعير، كما تم ضبط 1081 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 261,326 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 2,613,113 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 891,090 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 11,732 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 655 سائقا منهم، كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3027 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 11 حالة، كما تم فحص 2668 مركبة وتبين مخالفة 79 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 1484 سيارة و162 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 25,204 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها،
عن ضبط 3671 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 5465 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 10701 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 13305 مخالفة ملصقات وضبط 97 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 346,250 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295,863,135 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 916 قضية، من بينها 463 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 453 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 146 قضية بقيمة مالية 534,425,731 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9189 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 19,725,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29,530,848 جنيها.